أستاذ أشرف. يا أستاذ أشرف. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، والله أنا كنت حلفت طلاق على المدام، إن أنا قلت لها عليا الطلاق ما أنا واكل من إيدك حاجة، أعمل إيه حضرتك؟ قلت لها إيه؟ قلت لها حلفت طلاق، بس أنا يعني إيه مندفع شوية وباخد برشام للأعصاب يعني. قلت لها عليا الطلاق ما أنا واكل من إيدك حاجة. طب أعمل إيه حضرتك؟ صوم بقى. صوم. نعم؟ صوم. أصوم؟ أصوم كام يوم؟ لا صوم، ما تاكلش من ايدها بقى. مش انت قلت على الطعام انا اكل من ايدك؟ هنعمل ايه طيب يا عم الحاج اشرف؟ معلش والله انا ما كنتش يعني وعندي دفع شويه. معلش، انت عندك كام سنه يا عم اشرف؟ انا عندي 58. حاضر يا عم اشرف. الله يكرمك سيدنا. الله يرضى عنك. اسمعني يا عم الله يكرمك. شكرا. بصوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بصوا يا احباب، فتاوى الطلاق تحديدا احنا دايما بنحيلها لدار الافتاء لسبب، لان خراب البيوت وحش، ومش معنى ان الشرع الحنيف عندنا جعل ايمان الطلاق ان احنا نتساهل، بالعكس. يعني عايز اقول لكم مشايخنا بيتلككوا على اي يمين انه ما يقعش، بس في ايمان كده بتقف قدامك خلاص انت مش قادر تتصرف. على كل، يا عم اشرف، بعد 58 سنه وحضرتك عندك بتقول اعصابي، يعني باخد دواء الاعصاب، يعني الست اللي معاك شقيانه معاك، معلش تعالى على نفسك شويه واستحملها وطول بالك. في ايمان كده بتبقى غريبه، على الطلاق من تراح عند ابوك، امال هتروح عند مين؟ على الطلاق من تراح، ما انا واكل من ايدك، هتاكل من رجلها يعني مثلا؟ على الطلاق من تنزل من على السلم، طب نحذفها من الشباك؟ فالايمان دي خطورتها مش في انها تقع او لا تقع، خطورتها في انها بتكون اهانه شديده للست. على كل، علي الطلاق من الايمان اللي العلماء حملوها على صيغه النذر، يعني كأنها حلفان. طب الحلفان ده أنا لو مش عايزه يقع، لأن العلماء تكلموا، هل الرجل يريد إيقاعه أم لا يريد إيقاعه؟ إذا كان لا يريد إيقاعه يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وهياكلوا من إيديها برضو. يا عم أشرف، يا نهار أبيض يا عم أشرف، ربنا يرضى عنك ويشفيك ويعافيك. طيب إذا يا عم أشرف، تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين. حد هيقول لي أو صيام 3 أيام؟ لا، 10 مساكين الأول. الاطعام مقدم على الصيام عشان الناس بتستسهل، يجي يقول له والله لا انت واكل يا عم الحاج، فيقول له لا مش واكل، انا لسه واكل دلوقتي اهو، يقول له يا جدع كل انا مش قادر اصوم. مين قال لك ان الصيام في الاول؟ لا، الاطعام في الاول. احنا انت هتنقي على مزاجك، لا، الاطعام مقدم على الصيام لمصلحه الفقير. شفت الشرع ومقصده وجماله جاي منين؟ بيديك نوع من انواع العقاب، وفي نفس الوقت عقابك يكون في مصلحه الفقير. طب انا فقران وما عنديش، تنتقل للايه؟ للصيام. خلينا ناخد تاني درس من دروس الهجره، الاذى. هو الاذى ده درس؟ ده اعظم درس. بعض الاحباب بيظنوا انه عشان صلى مش هيعيا، وانه عشان صام هيبقى غني، وانه عشان تصدق العيال هيخشوا افضل الكليات. لا، عبادتك مش مرادف لرزقك، بالعكس، اكثر الناس بلاء الذين يتعبدون الى الله، اكثر الناس بلاء الذين يتعبدون الى الله. مش معنى كده ان بقنتك في العباده، ومش معنى كده ان المتعبد الى الله وحش، لا، المتعبد الى الله ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، فبيبتليه، يفضل يبتليه، يطلع من بلاء لبلاء. ليه؟ حتى يلقى الله وما عليه من اوزار الدنيا من شيء. فتجد عم الحاج مثلا ايه؟ راجل صالح ومؤمن متدين. فعي. بعدها باسبوع راحت بنته عيانه، بعدها باسبوع مراته ايديها اتكسرت، تيجي خالتي مستكه تقول له والله محسود يا عم الحاج. يا ست مش محسود، سيبيه في حاله. وتفضل بقى تقول له محسود عشان يروح للشيخ فلان ويعمل اعمال ما يرضى عنها ربنا. لا، سيبوه. ده راجل صالح، ابتلي لأنه صالح. طيب ده خدناه من الهجرة منين؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم، خير العابدين وخير الحامدين وأكثر الناس ذكرا لرب العالمين. ابتلي في أهله، ابتلي في كل شيء حواليه، لكنه صبر. معنى كده أن ربنا ما بيحبش سيدنا صلى الله عليه وسلم. إيه يعني اتخرجت وقعدت سنة ما اشتغلتش في مرحلة ابتلاء؟ ايه يعني اشتغلت وحصل مشكلة في الشغل وخرجت من الشغل وسبت الشغل وقعدت؟ ربما تكون محطة لشيء اجمل.
بلاش توقف حياتك عند محطة معينة. ولذلك الدرس الأخطر في الهجرة، بعض شبابنا وبعض أولادنا الصغيرين يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتطرد من مكة. لا استنى استنى، وتيجي لحد كده لسه مثلا رجليه جايه في الدين قريب فيقول لك مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نصره، ليه اهل مكه طردوه؟ لا خد الحكايه من الاول، خد الفيلم من اوله. يعني بلاش ايه تبتدي الفيلم من عند التتر بتاع فيلم الشيماء، لا تعالى خد الحته المقدمه قبل فيلم الشيماء، قبل ما تتفرج على فيلم الشيماء خد المقدمه دي من عند انا الاول. اللي حصل يا سيدي ان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيحب يصلي، وكانت افضل صلاه عنده وهو بيصلي جوه الكعبه او قدام الكعبه. ربنا يوعدنا يا رب بصلاه جوه الكعبه. بالمناسبه اللي بيصلي جوه الكعبه ملوش قبل لانه في السنتر. فسيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قدام الكعبه، فاهل مكه قالوا له ايه؟ لو خرجت تصلي قدام الكعبه تاني هنضرب عنقك، يعني هنطقق راسك، نجيب حجر كده وندش راسك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا لما قطعش الصلاه، ودي رساله بقى لكل واحد بيقول انا بصلي وبقطع. لما تكون بتصلي علشان خاطر الامتحان هتصلي وتقطع لما الامتحان يعدي، لما تكون بتصلي علشان خاطر الشغل هتصلي وتقطع عشان ايه الشغل جه، لما تكوني بتصلي علشان خاطر جوزك ما يتجوزش عليكي لما ما يتجوزش عليكي هتبطلي صلاه، لما تكون بتصلي عشان خاطر بابا قال لك صلي لما بابا يموت هتبطل صلاه. امال امتى اقتنع وما بطلش صلاه؟ لما تصلي عشان ربنا قال لي اصلي. لكن لو واحد بيصلي كده عشان ربنا ما يعافيه من المرض فيمرض هيبطل صلاه. لن العلاج الوحيد لكل انسان بيصلي ويبطل صلاه انه يقتنع انه يصلي لله، مش عشان خاطر جوزي ما يقولش عليا ما تصليش، مش عشان خاطر ابويا ما يعاقبنيش، مش عشان خاطر الناس يشوفوني انا بصلي. فسيدنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لو خرجت قدام الكعبه تصلي تاني هنضرب عنقك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هموش. فخرج في يوم قدام الكعبه صلى، فراح قايم واحد من اهل قريش خلى سيدنا صلى الله عليه وسلم ساجد وحط رجله على راس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ انف النبي في التراب. وما سكتش على كده، وامرهم ان يحضروا سلى جزور. سلى جزور اللي هي اكله حلوه عند كتير من الناس، الفشه والكرشه والامعاء بتاعه الجمل، واحضرها كما هي ووضعها على ظهر النبي. الصحابه في الوقت ده كانوا في مكه مستضعفين، ما حدش قادر يقرب. مين اللي قرب يا احباب؟ السيده فاطمه بنت رسول الله. جريت جري على سيدنا النبي وفي الحاله دي، وانا اكاد اجزم ان سيدنا النبي في الحاله دي ما كانش حاسس، لانه لو اي حد ما كان سيدنا النبي كان مات، ما هو نفسه مقطوع. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في معيه ربنا، كان في حاله تانية خالص. فالسيده فاطمه جريت جري على سيدنا صلى الله عليه وسلم ورامت، مش هتعرف تدافع يعني، مش هتعرف تشد ده وتزق ده وتضرب ده، فراحت نايمه على ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى الضرب ينزل على سيدة فاطمة. ففي المشهد ده سيدنا النبي حزن حزنا شديدا، لكن قال لسيدة فاطمة من بعد المشهد ده أنت أم أبيك، يعني أنت مش بنتي يا فاطمة، أنت أمي. شفت الخلفة الحلوة حتى لو كانت بنات مش صبيان. وكان كل ما يشوف السيدة فاطمة بعد كده يقوم لها واقفا ويقول مرحبا بأمي أبيها. طيب يا ست بسمة، أستاذة بسمة بتقول لي اطلع فاصل عشان السنس بس وتعمل سنس كده للأستاذة المشاهدين. نطلع فاصل ونرجع نكمل فكرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم اتطرد من مكة ولا هو اللي اختار الخروج؟